استيقظي، لقد حان وقت الذهاب إلى المدرسة. هل يمكنني أن أنام لدقائق إضافية؟ لا، هيا استيقظي، أنت متأخرة. لنغير ملابسك. رائع، هيا كلي. وهذه حقيبتك ساي. إلى اللقاء سان، استمتعي. حسنا أمي. هذا متعب. لماذا أمي؟ إن الأمر يتطلب الكثير من الجهد سان. حقا؟ بالتأكيد. أمي، سوف أقوم بإيقاظك والقيام بكل هذه الأعمال. حقا؟ لا، سوف تستيقظين باكرا غدا. لا، تريدين بالاعتناء بي؟ حقا؟ رائع، الآن عليك الذهاب إلى المدرسة فقد تأخرت. حسنا، قولي وداعا لماما. إلى اللقاء. أمي استيقظي. اتركيني، أريد النوم لدقائق. استيقظي يا أمي، سوف أقوم بكل هذه الأعمال وأقدر. هيا أمي هيا. حسنا. أريد النوم. أجلسي هنا أمي. ماذا تفعلين سوي؟ عليك تنظيف أسنانك. قولي لا. لا. أرني رقبتك. إنها باردة. انتظري أمي. أغلقي عينيك. بلطف سوين. حسنا، والآن سأضع واقي الشمس. سأساعدك لارتداء ملابسك. لقد صرت جاهزة. كل الطعام. سأطعمك. هل هناك طعام آخر؟ أنت تقدمين هذا الطعام لي كل صباح. ليس دائما سوين، في بعض الأحيان. هيا قولي أليس طعمها لذيذا؟ إنها لذيذة. سأجربها كذلك. سوين، أشكرك لأنك قمت بالاعتناء بي. لقد استمتعت كذلك. لقد قمت بعمل رائع. لا، أنا أشعر بالتعب. تشعرين بالإرهاق إذن. لماذا أرتدي هذه الحقيبة؟ عليك الذهاب إلى المدرسة. ولكنني لا أظنها فكرة رائعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.